عرض معلومات الأنماط باستخدام التابع VARDAM. إن التابع GetType يعيد لنا نوع المتحول، أما التابع VARDAM فإنه يعيد لنا نوع المتحول وماذا يحتوي وأكثر من ذلك. فإنه من أجل المتحولات المعقدة مثل المصفوفات والأغراض، فإن التابع VARDAM يعيد معلومات عن أنماط كل المتحولات المحتوى ضمنه. فلو قمنا بتمرير الكود التالي إلى آلة PHP، فإنه سيعطي بخرجه ما يلي: قام التابع VARDAM بطباعة نوع المتحول وهو init، كما قام بطبع قيمته وهي 5. لاحظ أننا لسنا بحاجة لطباعة خرج هذا التابع، لأن هذا التابع يقوم بطباعة خرجه بشكل مباشر إلى صفحة الويب.